السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناتي تيتي كروشي، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم كما راكم تشوفوا غادي نخدم معكم هذا المارك باج، نعلموا به صفحة الكتاب. شوفوا كي داير، راني درت لها ديجا لاميدون تاع المايس، لاكول داميدون. من بعد نوريكم كيفاش تخدموها. هذه هي بهذا الموتيف. نبدأ بسم الله على بركة الله. عندنا الخيط قطن، وعندنا كروشيه رقم 1.99 مليمتر. هيا نبدأ بسم الله. أولا نديرو عقدة البداية، ونديرو 11 سلسلة. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11. نقفلوها في أول سلسلة عندنا بمنزلق، نطلعو بثلاث سلاسل، 1، 2، 3. في داخل الدائرة نديرو 15 عمود، يعني الكل يولي عندنا 16. 1، 2، هذا الثالث نورمالمون، 4. بعد ما كملت 16 عمود نطلعو بثلاث سلاسل، 1، 2. واحد، 2، 3، ونزيدو واحدة تاع المسافة، ونقلبو الشغل تاعنا. في أول عمود نديرو عمود، نديرو سلسلة فوق العمود الموالي، نديرو عمود، عاود سلسلة مسافة فوق العمود الموالي، نديرو عمود. نتمشو بهذا الشكل حتى التالي الاخير. فوالا البنات، ثاني في الاخير نديرو سلسله، نديرو عمود فوق هذا العمود، عاود سلسله، وعاود عمود فوق هذا العمود الاخير. ما نخدمو والو في الثلاث سلاسل اللي طلعنا بيهم. نعاودو نطلعو بثلاث سلاسل، 1، 2، 3. نقلبو العمل تاعنا. في الفراغ نديرو غرزه حشو، نعاودو ثلاث سلاسل، 2، 3. في الفراغ الموالي نديرو غرزة حشو، نعاودو ثلاث سلاسل في الفراغ الموالي غرزة حشو. نكملو كيما هاكا حتى يكون 1، 2، 3، هادو منخدموش فيهم، ونعاود نجمع. فوالا البنات، كيبقاو لي ثلاثة، نحبس هنايا في الرابعة، ونديرو 7 سلاسل، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، ونروحو لهاد الأخيرة ونديرو غرزة حشو، ونديرو 3 سلاسل، 1، 2، 3. وغادي نعاودو الموتيف تاعنا، غي هو نعاودوه. نقلب العمل تاعي وندخل في هاد 7 سلاسل، ونديرو 16 عمود. هادو 3 سلاسل، 1، وهادو 2، 3. قبل بعد ما كملت 16 عمود، غادي نخدمو نفس العمل اللي درنا في هاد الموتيف، غادي نعاودو هنا. نطلعو بربع سلاسل، 3، وحدة مسافة، نقلبو العمل تاعنا، وفي العمود نديرو عمود، سلسلة وعمود، كيما خدمنا الموتيف الاخر. راني نولي فيكم. فوالا، راني في الاخير البنات، عمود. درك كيما راكم تشوفوا الموتيف، غادي نديرو من هاد الجهة، نعاودو نطلعو بثلاث سلاسل، ونقلبو العمل تاعنا، وندخلو في هاد الفراغ، ونديرو غرزة حشو، ثلاث سلاسل، 2، 3، في الفراغ الموالي غرزة حشو. ونروحو كيما هكا، نخلو هادو ثلاثة
ونخدمه في هذه الرابعه، من بعد نطلع بسبعة سلاسل وندخل ب16 عمود ونفس الموتيف نخدموه، ونروحوا انسي دو سويت كيما هكا حتى الطول اللي راكم باغينه على حسب لاباج تاع الكتاب تاعكم على حسب الصفحه. انا نروح نكمل على اليمين معكم. فوالا البنات، راني كملت الماركاج تاعنا. هنايا انا اكتفيت بربعه تاع لي موتيف، هنايا غادي نكمل الموتيف، ما نديروش كيما كنا نخلو ثلاثه ونديرو سبع سلاسل ونطلعو. نكملو الموتيف تاعنا، واحد زوج ثلاثة، ندخلو في الفراغ ونديرو غرزة حشو، واحد زوج ثلاثة، ندخلو في الفراغ الأخير ونديرو غرزة حشو، ونثبتو بسلسلة ونقطعو الخيط تاعنا بهذا الشكل. وبهذا انتهينا من الخدمه تاعنا. شوفوا كي جات تجي واحدة الاولى، هذه اللي بدينا فيها منا، وهذه منا، وهذه هاكا، وهذه هاك، وهذه هاك، وهذه هاك. نتوما تنجموا تديروا اكثر من موتيف على حسب لو ليفر تاعكم الكتاب. بون انا تاعي هي وين الاولى اللي خدمتها، والثانيه ها هي. دوك نديروا لها كيما قلت لكم لاميدون، كاين شحال من طريقه باش نديروا لاميدون. الخطره الجايه نفهمكم نوريكم كاع الطرق اللي تديروا بها لاميدون تاع لاكول تاع بون. فوالا هذه هي، وجينا لنهايه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.